احنا بنرحب بصفحه المصالحه واهلا وسهلا بيها في دوره الكابتن رضا هاشم الصيفيه الاولى لكره القدم. احنا سعداء بكم وبنقول لكم ان دي دوره الكابتن رضا هاشم الصيفيه الاولى في ملعب النور بجوار مسجد النور. بشكر كل اللي شاركوا في الدوره وكل اللي ساهموا فيها على راسهم الكابتن فتحي الخولي اللي حاول واجتهد واتصل باتصالاته مع اقرانه وزمايله انه يجيب كل البلاد والكره اللي حوالينا وانه يرجع المصالحه تاني ويضخ فيها الحياه الكرويه من جديد تحت مسمى دوره الكابتن رضا هاشم الصيفيه. الدوره عاديه جدا واحنا بنعملها من 16 فرقه، في حوالي 11 فرقه جايه من بلاد تانية، بلاد تبع مركز الباجور وبلاد تبع مركز اوسنا زي ميت ابو شيخه وميت سراج، وعندنا من الباجور كفر منوهله وعزب قوم الضبع وبلاد تبع شبين زي الراهب وميت مسعود وميت الموز واستباري، وفي فرق يجي اربع او خمس فرق من المصالحه. المهم ان هم في اربع مجموعات، المجموعه اربع فرق، كل فرقه بتلعب ثلاث ماتشات بخروج الاول والثاني، اللي بيجيب اكتر بنقط الاول والثاني بيصعد والثالث والرابع بحظ سعيد في الفرص اللي جايه. بنعمل بعد كده بتفضل 8 فرق، كل مجموعه بيصعد 2 بتفضل 8 فرق، وبعد كده بنلعب من بدايه دور ربع النهائي اللي هو دور الثمانيه بخروج المغلوب، اللي بيتغلب بيروح. بنلعب 30 دقيقه على شوطين من بدايه من دور الثمانيه، واذا استمر التعادل بنلعب 5 دقائق في شوط واحد على اللي يجيب جول، ما جابش جول بنحتكم لضربات الجزاء. الكلام ده في مباراه بدايه من مباريات ربع النهائي اللي هي دور الثمانيه. بنكمل الدور نص النهائي اربع فرق، بعد كده الاول والثاني في النهائي ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. بنتمنى ان هو يكون زي ما احنا حددنا 8-5 يعني، وان شاء الله ربنا يتمها بالخير. واحنا بنقول دايما ان احنا عايزين نرجع المصالحه ترجع تاني زي ما كانت المصالحه، حتى ولو ما فيهاش ملعب كره دلوقتي موجود، بنحاول ان احنا نعمل ملعب وبنحاول ان احنا نشتغل عشان نرجع الحياه القرويه تاني للمصالحه اللي هي هتنيها وكانت وما زالت فيها وولاده بافضل اللاعبين على مستوى الكره اللي حوالينا كلها. وده اللي احنا بنشتغل فيه وده اللي احنا بنسعى اليه والله، ان احنا عايزين البلاد تتكلم عن المصالحه، عايزين المصالحه تبقى حديث كل البلاد، المصالحه ضخت فيها الحياه القرويه من جديد، وده اللي احنا بنشتغل ليه. تتوالى الدورات طول ما الملعب موجود، ولو حتى الملعب ده مش موجود، هي ملعب هو ارض ناس، حتى لو الارض دي مش موجوده هنحاول ان احنا نجتهد ونعمل ارض تاني في سبيل ان احنا نعمل عليها احتفالات ومناسبات طول ما احنا عايشين، سواء في الصيف او في الشتاء او في دوره رمضان شغالين مع المصالحه ومع كباتن المصالحه. كل الكباتن اللي بتشرفنا زي الكابتن فتحي الخولي اللي شارك ولولاه ما كانتش الدوره قامت، كابتن فتحي الخولي وكل الكباتن اللي هي معانا، كابتن نشأت زاهو كابتننا الكبير، وكابتن نبيل عزام، كابتن فتحي الخولي، كابتن الوكيل، كابتن مسعد راشد، كابتن محمود زهير، كل كباتن البلد وكل الناس اللي جايه تشجع، واحنا تحت الامر ومتشكرين جدا. الله يكرمكم. اجل ها 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 ها
I'm going to go to the hospital.